بقول لك انا فقدت احبابي، فقدت ابني، فقدت اخويا، فقدت اولاد اخويا، اخويا اسير. انا عائلتي في السابق 2006 18 شهيد. يعني انا اشتقت لحارتي، اشتقت للركام، بدي اعمل فوقي خيمه واقعد في دار، المهم اعيش بسلام انا واولادي. وهيك يعني راحه نفسيه. احنا كل يوم بننام نشاهد، يعني لا امان بمستشفى، ولا امان بمدرسه، ولا امان في سوق، ولا في اي مكان يا خالتي. لإمتى؟ إحنا صامدين فعلياً، يعني هاي اليوم عشان مرور سنة صنع قصف من الساعة 2 هم يضربوا اليهود، مش سايبيننا. يعني نأمل إنه يصير في حل، إنه يصير في سلام، إنه يصير في صفقة تبادل، كل من هو يروح على دياره. أنا اللي زي أنا ميت عشان أروح على بيتي على غزة، مقصوف بدي أقعد على ركام، بدي أعمل خيمة على ركام بيتي. هم عايزين يبنوا الشعب الفلسطيني كله عشان ياخذوا الأرض ببلاش، وإحنا حنضل صامدين على الأرض، وحنرحل عوية أي مكان، وحنضل نقاتل حتى النهاية، حتى لو نفس صغير فينا. مش حنترك الأرض أبدا إلا من اليهود أبدا. هذه الأرض أرضنا وأرض أجدادنا وأرض آبائنا. إحنا تربينا على إنه إحنا شعب صامد، وتربينا على إنه إحنا نتحمل، وتربينا على إنه إحنا نضحي بأولادنا ونضحي بشبابنا. يعني هذه شيء بالفطرة، يعني من عندنا، يعني هذا تورثناه من آبائنا ومن أجدادنا، فهذا يعني مكتسب.